الشبكه بيبقى من خلال وحده الكهرباء، وبعد كده العداد اللي احنا قلنا دلوقتي هيبقى اسمه ايه؟ سمارت ميترز. السمارت ميتر ده هيبقى تو واي، رايح جاي، بياخد الكهرباء او بيقيس الكهرباء اللي طالعه منك في المحطه الشمسيه واللي انت سحبته من المحطه. طيب سؤال هل راح يكون في فايده للمستهلك؟ يعني انه انا الحين والله هو مش فايده، هو بيقلل من عمليات الهدر والحاجات المهدوره دي، بيقللها، وبالاخير هو الفايده العظمى بتاعته شركه الكهرباء من الاخر. يعني من الاخر قصه ان انت ما تقدرش تمام تعمل يعني فيزيس مثلا. هو السمارت ميتر ميزته ان هو بياخد قراءات على مدارات مختلفه ويقدر يعمل مقارنه بينها. يعني يقول لك انت مثلا السنه دي مثلا كنت تستهلك 100 كيلو، في نفس شهر 7 استهلكت مثلا 10 كيلو، ازاي يعني؟ يبقى انت اكيد خدت حاجه كده من بره العداد اللي هو العادي ده، تمام، واشتغل. فانت بيه لا، هو اقدر كمان اديله اي بي، واقدر اكونكت عليه في اي لحظه من الشركه اشوفه، تمام، واقدر كمان ما اخليش الراجل يعني في مهنه العدادات او الناس اللي بتقرا العدادات، قارئ العداد دي هتتلغي تقريبا. يعني هو خلاص هيقدر يعمل كونكشن عليه ويقدر ياخد الداتا منه في اي لحظه، تمام. ودي حلوه للمشترك، لان في بعض الناس يمكن ما اعرفش هنا الظروف ايه، بس انا اعرف في مصر مثلا الراجل بتاع العداد ده بيجي ايه؟ اه يقول لك لا انت عليك 200 كيلو مش عارف ايه، ويحط رقم وخلاص. ممكن تيجي تكلمه يروح يصفر العداد مثلا او يزود القيمه، فالسيتنج نفسه كان افيلبل يعني. اه فما فيش يعني ما فيش كنترول على الراجل اللي انت حبيبه ان شاء الله ما تدفعش خالص. الدنيا كانت حلوه. طيب تعال نبدا نشوف احنا قلنا في الثلاثه انفرتر اللي هم تصنيفهم ايه يا مهندس علي. رقم واحد المايكرو انفرتر، رقم اثنين سترينج انفرتر، رقم ثلاثه السنترال انفرتر. لا السمارت ده في الكاونتر، سمارت ميتر او الكاونتر اللي هو العداد. هنتكلم على انواع الانفرتر. المهم في كل الناس دي نقدر نلاقي انفرترز، تمام، في السنجل فيز وانفرتر لثري فيز. يعني انا ممكن يبقى انا مثلا جايب شويه لمبات هنا، تمام، وموصل انفرتر مع لوحه طاقه شمسيه وموصل على لينيا واحده، يعني فيز الواحد مثلا والنيوترال. فانا محتاج سنجل فيز انفرتر، مش محتاج اركب على لا. يعني انت في بعض الاوقات شفت الرسمه اللي فاتت دي اللي بتاعت اللوحه والعداد، شايف هنا في ناس بتدخل محطه الطاقه الشمسيه على المين سيركت بريكر، وبالتالي هو بيدخل على ايه؟ 3 فيز. فلازم يبقى الراجل اللي تحت ده تمام كله متغذي بالطاقه الشمسيه. فانا كده دخلت 3 فيز، يبقى عايز انفرتر 3 فيز، تمام. فده هيبقى انفرتر هنا قبل اللوحه. يبقى كده في تصنيفين رئيسيين. يبقى احنا كان في تصنيفات حسب الباور اللي هم الثلاث تصنيفات، مايكرو وسترينج ومين وسنترال. التصنيف الثاني من حيث نوع الفيز، في عندي سنجل فيز ومين و3 فيز. تعال نشوف. طبعا عشان نعرف الانفرتر ده سنجل فيز ولا 3 فيز دي سهله، نبص على المخرج ونعرف هو طالع منه كابل واحد والنيوترال ولا ثلاثه والنيوترال، واقدر اعرفها بسرعه من هنا، تمام، اللي هو الجهد اللي انت بتتعامل معاه. اهو بص كده هتلاقي النومينال اي سي فولتج اللي هو بيطلع منه تلاقيه 220 او 230 او 240 دي، المهم ان هو 220، فبالتالي هيبقى ايه؟ سنجل فيز. لو كان 380 هيبقى 3 فيز. الانفرتر فيه تو سيكشن، هو بيعمل تو فانكشن. لو انت فاكر السلايد اللي في الاول دي خالص اهو، الانفرتر هو عباره بالظبط كده عن حتتين من الداخل، حته بتتعامل مع الدي سي وحته بتتعامل مع الاي سي. ولذلك لما تيجي زي ما احنا شفنا الداتا شيت اللي هي الخاصه باللوح اللي هو الكلام اللي مكتوب في ظهر اللوح او في الداتا شيت بتاع اللوح، هنشوف هنا ايه الداتا شيت الخاصه بالانفرتر. لو انت عرفت دول الف مبروك، 90% من القصه خلصت. ليه؟ لان انت عملت كده ايه؟ ماتشنج، او عرفت تختار انفرتر مع مين؟ مع الواح. طيب تعال نقرا الكلمتين دول، وعايزك انت تبص وتقول لي ايه الفرق، يعني انت قول لي فروق او قول لي ايه الحاجات اللي انت مش عارفها هنا. بيقول لك السنجل فيز انفرتر ديزاين تو فالفل مين الريكوايرمنت اوف ستاند الون باتري بيس سيستم. يعني ده احنا بنستخدم طبعا عشان انا اروح لشبكه معلومه اخدها بيزك، ما ينفعش تدخل الشبكه بسنجل فيز انفرتر. يعني واحد يقول لك انا جبت انفرتر سنجل فيز وبقيت اون جريد، معلش انا اسف ما تفهمش حاجه. يبقى انت عشان تدخل جريد لازم تدخل ايه؟ ولا ده حتى الكابل اللي داخل لك في البيت ده لو شقه صغيره هو مش بيدخل لك سنجل فيز، هو بيدخل لك كابل 3
3 فيز على المين سيركت بريكر بتاعتك، وانت بقى دخل انا خلينا في الباور من لا ان الفيدر يجي 3 فيز ويكون بوتور طالع من الفيدر. الفيدر اللي هو داخل على الترانسفورمر، الفيدر اللي طالع من اللي هو الترانسميشن حلو الكبير يعني يكون طالع من الترانسميشن. بص انت في عندك محاولات، في عندك محاولات ترانسميشن ومحاولات ديستريبيوشن. ايه انزين اخر شيء هو بيدخل في هو مرحله الترانسميشن كلها. خلي بالك حتى الترانسميشن كلها السؤال ده على فكره يعني كورس الباسط ديستريبيوشن بيقعد نحكي فيه محاضره كامله اللي هي ايه قبل وبعد المحول. دايما المحول تمام بيبقى الدخل بتاعه ايه ستار ولا دلتا؟ دايما ما فيهاش اختراعات حاجه من الاثنين ستار. غلط. انا واحد مهندس قال لي داخل المحول ستار كده انت لو كنت كمبيوتر امسك الدابل ها يختلف ازاي؟ انت في حياتك شفت محول؟ انت شفت داخل محول قبل كده؟ انا مش محول شفت محول مفيش محول يا باشمهندس اصلا في حياتك هتشوفه الام بتاعه او البرايمر بتاعه ستار. غلط. مفيش. ليه؟ ولازم تبقى متاكد من المعلومه دي اكتر من نفسك. يعني يقول لك اسمك ايه تقول له عبد الله تقول له اكيد انا عبد الله وعارف ان الام هنا على البرايمري دلتا. لازم لا لازم مفيهاش دي او دي. هو انا ليه بعمل الستار اصلا؟ عشان ايه؟ لا ايه الفرق بين 3 فيز والسنجل فيز يا شباب؟ هو انا بيدخل لي 3 فيز صح؟ وانا اللي بقطعها مش انت داخل لك كام في ال1 ال2 ال3 بقطعها. يعني ايه؟ هاخد فرده سلكه الواحد ونيوترال وبي سنجل فيز صح. الفرده الثانيه ونيوترال وسنجل فيز، الفرده الثالثه ونيوترال وبي سنجل فيز. هل في عمليات الترانسميشن في محطات النقل قبل ما يدخل على الديستريبيوشن ترانسفورمر انا محتاج يبقى عندي نيوترال؟ لا انا محتاج نيوترال ناحيه الاحمال لان في موتور سنجل فيز وفي موتور 3 فيز. موتور خلاط في البيت سنجل فيز، اللمبه دي سنجل فيز، ما حدش يقول لي مثلا الكشاف ده 3 فيز تبقى مصيبه. يقول لي مش عارف السوكت في منها سنجل فيز و3 فيز ماشي، بس انت عارف ان في سنجل و3 فانا مدي لك ال3 اللي هي الكبيره وانت قطع براحتك وقسمها سنجل. يبقى دايما 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 الناحيه بتاعت البرايمري المحول دلتا، الناحيه السكندر اللي هي ناحيه الاحمال هي اللي بتبقى ستار. ايه الفرق بين ستار ودلتا؟ سيبك من التركيبه والشكل ستار ودلتا، ان هنا في نيوترال هنا مفيش. انا مش محتاج نيوترال في حالات النقل. طب احنا في قصه التحويلات دي مش موضوع، انا عايز بس اعمل فوكس على الكورس عشان انا بكره لازم اخلص. موضوع في كورس انا بديه وليه كمان محاضرات على اليوتيوب كتير جدا، في اكثر من تقريبا 40 فيديو حاططهم على الباور سيستم ديستريبيوشن. هتلاقي فكره الدلتا والستار دلتا والدلتا دلتا والدلتا ستار وبعمل ايه كده والستارتنج اوف موتور والبي اف دي الفاريبل فريكونسي درايف، وفي حاجه بنسميها الدي او ال الدايركت اون لاين لما يكون الباور بتاع الموتور ده صغير، وفي ستار دلتا وفي البي اف دي زي ما قلنا والسوفت ستارتر. انواع الستارتنج للمواتير دي زي ما بقول لك احنا مشكلتنا ببساطه ان الدكاتره دي الجامعه هو ملتزم بكورس فبيدهولك. ممكن يكون الراجل اللي بيدي لك الكورس ده ما اشتغلش عملي في السوق فهو مش متخيل، فانت ممكن تكون حليت 1000 مساله على الترانسفورمر ان هو دلتا وجاي دلوقتي لما سالت سؤال هو بديهي للناس اللي شغاله قلت ستار. هو ده الفرق بين واحد بيحل مساله وفاهم الفيزيكال ميننج بتاعها كل شويه اقول فيزيكال ميننج وبتاع، وواحد بيحل عشان ينجح او يجيب يعني درجات في الامتحان. في واحد بيحل يفهم، وفي حاجات في الكليه احنا كنا بناخدها هي معموله عشان تحلها بس وما تفهمهاش عشان اعدي اخلص. ملهاش ريليشن بالواقع قوي يعني، او هي ايه داخله ديبلي في الموضوع يعني. تمام؟ المهم ان انت هنا بتتعامل مع شبكه، يبقى انت لازم تروح للشبكه. ايه؟ هو ده خلاصتنا عشان الكلمه اللي احنا قلناها ان انت لازم لما تيجي تروح كونكت اون جريد تبقى ايه؟ 3 فيز عشان ما تطلعش بره الموضوع. طيب طبعا هنا بيقول لي انا رجعت هنا في السلايد ان حالات السنجل فيز دي بتبقى ايه؟ زي ار ايديال فور مين ريزيدنشال بيلدنج. ريزيدنشال بيلدنج اللي هي المباني السكنيه، يبقى سنجل فيز مبنى سكني في بيت واحد واخد شويه لمبات ومركب لوحين وجايب مش عارف بطاريه ولا بطاريتين تمام، وحاطط سنجل فيز انفرتر وموصل على لمبات بس، فهو ما دخلش على المين سيركت بريكر. المهم هنا انت كنت بتدخل في 3 فيز بتدخل على المين سيركت بريكر فدخلت على كله وغذيت كل الناس، يعني كل البريكرات اللي طالعه مغذيه البيت ده مثلا
متغذى خلاص بالطاقه الشمسيه ومن مين؟ ومن ال 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 شركه الكهرباء. طبعا عشان نعمل القصه دي بالمناسبه بنستخدم واحد يقول لك انا هجيب الثلاث فيزات عشان الناس مش متخيله، اجيب الكهرباء او الاربع اطراف دول او ثلاث اطراف اللي هم ال1 ال2 ال3 ما دخلش نيوترال معايا الثري فيز. البريكر انواع البريكر في منه سنجل بول، بول يعني الطرف اللي تفصل منه ده، وفي منه تو بول. يعني في ناس بتحط، لو انت بصيت على التكييف روح شوف المفتاح العادي الاحمر بتاع التكييف، لو انت بصيت عليه هتلاقي الراجل البريكر ده نفسه على النيوترال وعلى اللاين، فاهمني؟ اما لو في لمبه المفتاح العادي بتاعنا في اللمبات والكلام ده هتلاقيه على اللاين بس على الفرده الحيه، والنيوترال خلاص الكابل واصل، فاهمني؟ هناك هتلاقي يقول لك ايه، طب ده الداخلين اللي يعني انت لو رحت تغير المفتاح بتاع التكييف بتاعك هتلاقي الطرفين اللي جايين من الجدار دخلوا اثنين وطلعوا اثنين راحوا على التكييف. حتى الناس كلها ايه، احنا الناس كلها بتنقل من مكان لمكان، خلاص هو جيب التكييف روح مركبه، وفي سلكتين طالعين من الجدار روح مركبه في المفتاح واخد دول رايح على السلكتين بتوع التكييف وخلصنا عليه، صح كده؟ يبقى ده اسمه تو بول. يعني في سيركت بريكر بيبقى ليه الدراع ده بيفصل على اللاين والنيوترال. سيركت بريكر اللي فوق ده بيسموه 3 بول، فهو 3 فيز ال1 ال2 ال3، في منه نوع ثاني تمام ال1 ال2 ال3 والنيوترال. فانت لما بتفصل اربع اطراف وتوصل اربع اطراف خلاص. فالشاهد اللي عايز اقوله ان لو انت هتركب سنجل فيز بتيجي على مفتاح واحد من هنا، طبعا بتاخد منه سلكه وبتروح لحاجه كده تحويله، التحويله دي هنسميها هنا طبعا بنستخدم في حاله الجريد بيشترط عليا ان لازم يبقى راكب عندي حاجه بيسموها ايه، اي تي اس. في حد يعرف يعني ايه اي تي اس؟ اي تي اس اوتوماتيك ترانسفير سويتش. شفت انا لما جيت شرحت قلت لك في مبنى بيتغذى سي مثلا من محول ومن جنريتر. طب انا عشان اعمل عمليه التحويل دي هو مين اللي هيحس ان الكهرباء فصلت من المصدر الرئيسي اللي هو المحول ويبدا يدي الامر يشتغل الجنريتور؟ فاحنا بنوصل اطراف المحول للجنريتور على جهاز اسمه اوتوماتيك ترانسفير سويتش. اوتوماتيك ترانسفير سويتش وفي فيديوهين او ثلاثه على الموضوع ده في اليوتيوب، بصوا عليهم.